السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الحلقة 29 من حلقات سلسلة دقائق تربوية. السؤال ديال هذه الحلقة هو شنو هي اللغة اللي نتحاور بها أو لا نتحدث بها مع اللجنة ديال المقابلة الشفوية؟ لأن بزاف ديال الإخوان كيقولوا واش نهضر بالدارجة، واش نهضر باللغة العربية. أعضاء ديال اللجنة كيسولوني بالدارجة، واش تانا نجاوبهم بالدارجة، واش ماشي من قلة الاحترام انهم هما يكونوا كيهضروا غير متواضعين باللغة، يعني بالدارجة، ونكون انا كنتعالى عليهم كنهضر باللغة العربية الفصحى، او لا كذلك في بعض التخصصات الاخرى اللغة الفرنسية اللغة الانجليزية يكون هما كيهضروا غير بالدارجة وانا كنجاوبهم باللغة الفرنسية ولا باللغة الانجليزية. اذا نتمنى نوضح هذا الامر هذا في هذا المقطع. الجواب اذا هو ان المدرس راه عنده واحد البارين، واحد المجموعه ديال المعايير يتم التنقيط على ادائه وفقها، من بينها اللغه الفصحى في المواد العربيه، واللغه الفصحى كذلك في اللغات الاجنبيه، يعني اللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه. ففي التخصصات ديال اللغه العربيه كنجاوبوا باللغه العربيه الفصحى، وخا يكونوا اعضاء اللجنه كيسولونا بالدارجه، هذاك شغلهم، هذاك شغلهم. انا كنلعب انا على النقطه ديالي، ما نضيعش فيها النقطه ديال هذاك الجانب ديال التحدث باللغه العربيه الفصحى، خصني ما نضيعش هذيك النقطه اللي كاينه في هذا المعيار. في بعض الحالات في الابتدائي مثلا، في التخصص ديال الابتدائي، بعض المرات كينتقلوا مع المترشح، كيكونوا مثلا سولوه في اللغه العربيه، سولوه في الرياضيات، سولوه في النشاط العلمي، كينتقلوا معاه اللغة الفرنسية، كيقدروا يسولوه باللغة الفرنسية. هنا خصني نجاوب باللغة الفرنسية، لأن كنتمتحن أو كنتختبر في إتقان اللغة الفرنسية، واش كنتقنها ولا ما كنتقنهاش، لأن غادي نقريها للتلاميذ ديالي. ننتقلوا للتخصصات ديال اللغات الأجنبية، اللغة الفرنسية في الإعدادي والتأهيلي. اللغة الفرنسية كذلك كيخص نجاوب باللغة ديالي، ولو يسولوني باللغة العربية او يسولوني بالدارجه كيخص نجاوب باللغه الفرنسيه، وكذلك المترشح في اللغه الانجليزيه كيخصو يجاوب باللغه الانجليزيه، لا في علوم التربيه ولا في التخصص ولا في ديداكتيك التخصص. نتمنى نكون جاوبت على هذا السؤال، والى حلقه قادمه بحول الله.